مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصات ملحنا وملحوم. اليوم عودنا سافرنا بكم لتركيا وعودنا استضفنا الشيف اشرف من جديد. مرحبا بك شيف. مرحبا بك شيف مراد. واش راك شويه شيف معنا؟ صباح الحمد لله. هو اليوم راك فاطن، راك شويه معنا نورمال الحمد لله. بيا انا جوز ما رمضان وشابه الحمد لله. الحمد لله شيف، واش راح تقدم لنا اليوم؟ واش نديرو؟ تا ديسير تاع العيد تاع ترك، نديرو تا بوريك تاع ترك، ونديرو محلبي بالروس. محلبي بالروس، الروس بالفلفور هذه صح. ونديرو، راح نديرو بوراك، نديرو بوريك بدو بوريك التركي سبيسيال من الغليه، كيما شبالي كيما لازانيا صح. كيما لازانيا نعجنو العجينه ومن بعد نغليوها، العجينه ونغليها بالماء سخون ومن بعد نحي في الماء برد صح، ومن بعد نحطو في السينيوا ونحشيو الحشو تاعنا ونحطوها طيب في الفرن. في الفرن نتعبوا هذه. يلا واش لازم لنا البوراك؟ بوراك عندي خمسة بيت صح، وفرماج تاع سبيسيال تاعها في ترك، وفي مايزينا حلو بالمايزينا وبالزبدة. هذه بالنسبة للعجينة. إيه العجينة. الحشو هو بو فرماج بالمعدنوس. بالمعدنوس وبالفارينة. فوالا بالفارينة نديرو العجينة تاعنا. العجينة بالفارينة والمايزينا نحلو، والتقطير نحلو بالفارينة. صح. وبالنسبة للمحلبي واش لازم لنا؟ ومحلبي كان لتر في حليب. صح. و 200 غرام تاع السكر. صح. وكاين روز مغلية. روز مغلية ومايزينا 3 مغارف. ومغارف تاع تعشى بالزبدة. ولافاني. مغارف تاع لافاني هذه. يلا نتكلوا على ربي، مالا نجيبوا كسرونة تاع كسرونة محلبي قبل. يلا ها نديرو لتر تاع حليب. لتر حليب ما نخلطو كلش برد. نخلطو كلش برد. هاي السكر شاف منا هاك السكر تاعها. صح. السكر نديرو السكر، لافاني تاعها، نديرو مغرفة تاع لافاني، مغرفة لافاني تكفي، و 3 مغارف مايزينا تاع مايزينا، ولازم دايما الفوي بالخلطة هاذيا، صح، كي ما يحرقش تحت هاذيا، ونخلطوها حتى تشرب، نخلطوها طيب حتى تعقد لنا، طيب هذه الزبدة نزيدوها مع الأخر، والروز تاعها نديرو، وهذا الروز باش نحطوه في ليمون تاعنا، الروز هاذيا. ونديرو وانت درك تروح دير لنا العجينه تاع البوراك تاعنا. عطيني الفوي الشهورات تاع الفوي. هاك هاك هذا قلتو قبل البيت، دير شويه ملح ورا ملح. وهذه الزبده شاف هذه ندوبوها، دوبيها على بوراك، دير شويه ملح، شوية ماء تاع شوية ملح، فوالا خلطو شوية بيت، كي نساقو نزيدلو، هاذي فوالا، نسيبو، اسم هذا البوراك؟ تاع ترك هاذي العين ندير كل يوم. ها زين شوية، فوالا خلطو شوية يدي، اسما درك الشاف هذه نفتحوها نديروها على شو الورقات؟ نعم. ومن بعد نحطوها في الماء سخون. ماء سخون ومن بعد نحيها ديري في الماء البارد. في الماء البارد ونفرشوها في السنيوة. نفرشوها في السنيوة ونديروها بالزبدة. طيب. إي والله سي بون. أعطيني هذيك الناحية. ديري بولي. نحيوها
يقعدوا باش يشوفوا كيفاش راح تفتحها. الازمه ديالو بوز نديرو ماكسيموم ساعه، وهذه لازم كي نديروها نخلوها تريح حتى ساعه. ساعه روبونزي بيان كي تفتح له المليحه حاجتها لازم روبونزيها. صح. حاجه واش عجين نديرو، حاجه عجين لازم روبونزيها. كل عجين يعني كاطو وشنو بورك لازم روبونزيها عجينه ديالها. حاجه خوب ثاني لازم روبونزيها. جيب السينيوا تاعها. ها. نديرو واش نديرو؟ بانسو. بانسو. الزبدة شوية، شوية زبدة هنا، يكفي. جبت السينيوا تاعي، نحلها، نروحو نحلو العجينة، نحلها عندو كان عجينة. نحلو زوج زوج هنايا، زوج زوج هنا، زوج فلوس. نفتحوها بالمايزينا هكذا؟ بالمايزينا خير، ملصقش. تفتح بالفارينة نورمال. نحلو كوم في اليوم بات نغليها ديري نغليها هكذا. بس ما دوق بعد ما نحلوها نحطوها تغلى ديري هكا. تحزيد الزوج. يلا المحل بتاعنا راهو واجد. درك نجيبو ليمون. محل بي تقدر ديرو شراب التشينا، كاين اللي حبيت له الزاز تاع القارص ولا تاع التشينا. فوالا نطفيو عليه، نروحو نجيبو ليمون تاعنا ونوجدوه. انا تقريبا تهب بيريك وجده. نحطوه في ليمون اللي يدخلوا الفور. كي يدخل الفور لازم شاف مراد لازم شويه ماء تحت السينيوا تاعها. طيب. اللي ترتق ما يهمش نورمال. نفرشوا الرز من تحت. أغلية بسم الله. نديرو المحل بتاعنا هكذا. الشاف الشاف نعطينو مغرب هدية خير. سيونا نشوف هادي باش ترفد. طيب يعني طريقة تاع العجينة هذي. لا دروك نحطوها في الماء مغلي ومن بعد نحطوها في الماء بارد. فما برد ومن بعد ديريك سينيوا، نحطو في ديريك سينيوا. صافي الماء تاعها. طيب دروك بعد ما حطينا الرز نروحو نحطو المحل بتاعنا، نفرغوه في ليمون. انا هذه
تري بيان. واش دار سينا واتاي؟ ونحطوه يطيب. سنيوا نديروا لها الماء ونحطوا ليمون تاعنا وندخلوه للفور يطيب. المحلبي راهو وجد الشاف. شهد لازم ما لازم سخونة شاف مرات. طيب نروح نشوف مع بعضنا هذه طريقة العجينة. هاتي ما لازم برد بزاف، ما لازم نخلوه حتى بزاف ها، وما نخليش بزاف عجين، لازم ماكسيموم دقيقة لازم تنحى. صح ها، كي ولدي يبرد داخل الماء نحيها تمتر. إذا نشفوها من الماء ونحطوها في السنيوة. السنيوة هكذا ها، تسمى نفرشو ونديرو الحشو تاعنا ونعاودو نغطيوها. هادي هي وندخلوها في الفور. في الفور 180 درجة. زيتها وتني هكذا. كي ترتغ نورمال، ماهيش نورمال تبدا ديرو جوز. اليوم اكتشفنا مع بعضنا طريقة تاع بوراك تركي. ديري فرماج تاع شويه، نزيد شويه فرماج. درك نديرو الحشو. وقال لكم كاين اللي يحب يزيدها يعني بالفيونداشي ولا بالجاج ولا اي واحد كما يحب ياكلها. نديرو حاجه خفيفه ما نديرش بزاف. ديري خشينه، ديري دقيقه شويه. بس كاين ناس ديرو خشينه، نديرو شويه رقيقه هنايا. لازم تنتمح هذه شي حاجه بزاف اللي برد. ميغي انت شاف قلت لنا هذه العجينه لازم تريح ساعه بعد ما نخدموها. ساعه مقسم ساعه، ساعه ساعه ونص يعني ساعه يكفي نورمالمون. نديرو كي كملت نديرو فلوس زبده. صح، ونديرو في الفرن 200 درجه ماكسيموم 220 200 تكفي يعني. يعني نخلوها حتى تشوفوها احمرت من فوق. فوق وما تقدر تقلبها تحت من طاس تقلبها هذيا. يلا مشاهدينا الكرام، دروك بعد ما دار الحشو دروك نزيدو نغادو نغطيوها بالعجينه تاعنا. العجينه تاعها ونديرو لها شويه تاع زبده. زبده وندخلوها في الفرن. في الفرن والبوراك تاعنا راه واجد. هذا واجد هذيا. يلا صحتك. مشاهدينا الكرام نقول لكم ما تروحوش بعيد، نعاودوا نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام. الشاف بعد ما حطينا البوراك تاعنا يطيب، المحلبي تاعنا طابي واجده راه واجد. يلا دوك نروحوا نشوفوا التحليه اللي هي، راح دير لنا بقلاوه بلا باط فيها. بقلاوه تاع ديو واجده. صح، كاين ناس ما تقدرش ديروا حلو عجينه، كاين عجاز سايبه تنتم كاين في نورمال سوبيرات كاين تدي وجده تجيبو. طيب. خمس دقائق دير بقلاوه تاع ترك. يلا هذا ونقدروا نخدموها لاباط فيلو نخدموها في الدار. جيب السنيوا عطينا بانسون دير الزبده. ما ندهنوها بالزبده. الزبده ومن بعد نفرشوا العجينه. نفرش العجينه ديو تاع وجده تمتم، حاجه خفيفه براتيك تمتم. صح، ندخل هكذا كلش ماكسيموم 24 ورقه تاع بقلاوه. طبق 12 على 12 هذيا. شحال نديروا فيه الطبق؟ طبق 12. من بعد نديروا جوز ومن بعد نزيدوا الطبق. عاود نفرشها
ومن بعد مع مع نخرجوها من الفور نشربوها بالشربات. شربات دي شربتها 5 كيسان سكر ماء وربع كيسان سكر. 5 كيسان ماء ربع كيسان سكر. 5 كيلو سكر وربع كيسان ماء. وكي يغلي دير شويه قاع الصبيه. دير شويه زبده ورز. ندير بزاف خاطر ندير في الوسط بزاف. ندير زوج زوج تمكي. هما كيف كيف ندير. ومن بعد نفرشوا الحشو. فرش فيه. هذا الشيف نقدروا نزيدوا له ما زهر نقدروا نزيدوا له. ما زهر ما كلام ما نديروش انا ما يجيش. ما نديروا والو. ما ديسر نورمال تقدر ديرو دابا بقلاوة شويه ما يجيش. زهر. دير شويه زبده. بالنسبه للطبق الثاني نديرو كيما درنا هذا الاول كيما هكذا ندير جوج تاعها اليوم الشيف درنا بقلاوه بعجينه الفيلو سوا سوا والحشو هذا نزيدوه ولا شربة تاع الصخون لا لا هذا اللوز لا لا يكفي اسمع خلاص تقدر ديرو زوج هذا يكفي يعني يعني ما ديروش بزاف بعد ندهنوها بالمارغرين ونحطوها في الفور هذه في الزبده مارغرين كيما توش عندي زبده في حاجه كاين ثقيله زبده تقدر ديري شويه زيت نورمال شويه زبده ما نحبش ندير بزاف زبده كيما ندير في الوسط يشربوا بزاف يلا درك الشاف انا نروح مالا نوجد القهوه وانت تكمل ديرنا القهوه بالنسبه للقهوه ماكل هذه القهوه واش ندير لها قهوه هذه قهوه تركيه قهوه تركيه 3 مغارف قهوه وسكر كيما تحب حبي السكر بزاف ديري زوج سكر ثلاثه كيما تحب نديروا 3 مغارف قهوه هكذا و زوج مغارف سكر مغارف سكر طيب والماش حنديروا لها ما تا كيما كيسان تاع سوا سوا صح يسمى الكاس اللي راح تشرب فيه ديرو ما شربه ها
نخليوها فوق النار كي يغليها تنحى. طيب اليوم راح نشربوا قهوة تركية. كطيب هذه نصفيوها ولا نفرغوها ديراكت؟ ما كانش في ديرك نحطوها ديرك هذه ما نصفيوهاش. لا ما كانش فيها. نمس واحدة بوز صغيرة شاف مراد. وهذا الشاف بعد ما نخرجوها من الفور نحطوا لها الشربة تاعها. هاد نشربوها وهي سخونة هكذا. شربة سخونة دي سخونة وشربة تاعها لازم تكون في زوج. ما في زوج يكون لازم سخونة. مرسو خلاوة تاك وجدة هكذا ونحطوها في الفور. يلا القهوة تاعنا وجدت والبقلاوة وجدت نروحو نحطوها في الفور ونعاودو نشوفو النتيجة على طاولة التقديم. مشاهدينا الكرام القهوة تاعنا راهي وجدت مكول بقلاوة وبعد ما نقطعوها ونحطوها في الفور ونقول لكم نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام. الشاف يعطيك الصحة. يعني عاود نورت لنا المائدة للمرة الثالثة درك وانت حاضر معنا في هذا الشهر الكريم. يعطيك الصحة. رمزية اليوم جوز بيا درتو اليوم بوريك تركيا وبقلاوة بالديو حاجة خفيفة. من البوريك شفنا حاجة جديدة يعني بوريك جديدة بالزبدة وبالعجنة تاع مورقة مرقة ودرت بقلاوه بالديو تقدر كل ناس تقدر في الدار تمتم بالديو بس كان عباد ما يقدرش يحلو كان جوية صعيبة واللي شري الديو 10 دقائق ما يشريها واجده يعني 10 دقائق 10 دقائق ودير بقلاوه هادية تحلية ثانية كما كيعطيك الصحة على المحلبي محلبي في الفور هادية بالروز هادية ثانية هادية وقدرت قهوة تركيا وزدت بقلاوه مع بوريك هادية وبصحتك وصحتك. الشاف يعطيك الصحة. إن شاء الله نعاودوا نتلاقاو بك يعني في حصص أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. واش تقدر تقول يعني للمشاهدين؟ ومرحب بك. والله مرحب بك وصحة فطورك صحة رمضانكم. الله يبارك فيك. وهذا واش كاين بلاصات وجدت قلت لا بلاصات ولاد فيت باشا ريستوران. يلا اللي يحب يعني هذه الأطباق واللي يحب هذا البوراك وهذا البقلاوة كلش يجي المطعم يعني ولاد فيت. وجد دائما دائما وجدت هذيا. يعطيك الصحة الشيف. مشاهدينا الكرام أنا نقول لكم لحقنا نهاية العدد تاع اليوم نتلاقى وغدوة إن شاء الله مع شيف جديد مع تقاليد جدد مع أطباق جديدة. صحة فطوركم وصحة سحوركم. سلام.